زار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، معرض الحكم الدولي المونديالي المتقاعد إبراهيم الدوي. نعم، قد كان في استقبال سموه لدى وصوله المعرض الحكم الدولي المتقاعد إبراهيم الدوي والحكم الدولي المونديالي المتقاعد جاسم مندي واللاعب الدولي السابق إبراهيم زويد والإعلاميين محمد لوري وناصر محمد. أعرب سموه عن اعتزازه الكبير بما احتواه معرض الحكم الدولي المتقاعد إبراهيم الدوي من إرث رياضي شاهد على مسيرة رياضية عطرة للحكم الدولي وما قدمه للرياضة البحرينية من جهود متميزة، كان ولا يزال نموذجا للحكم البحريني الناجح، ومشيدا سموه بهذه المسيرة الرياضية الكبيرة التي شهدت خلال تواجده كأول حكم بحريني وخليجي يدير مباريات كأس العالم 1982 والتي أقيمت بإسبانيا، متمنيا سموه له بوفور الصحة والعافية. تبادل سمو الشيخ خالد بن حمد مع الدوي الأحاديث الودية وما شهدته مسيرة الحكم من لحظات تحكيمية لا تنسى، كما تطرق الحديث عن تسليط الضوء على التحكيم البحريني وما وصل إليه من تطور ملحوظ كسب به ثقة الاتحادين الأسيوي والدولي لكرة القدم للاستعانة بالحكم البحريني، والذي أثبت جدارته وحضوره القوي في مختلف البطولات والمحافل الرياضية، والذي عزز من التميز الذي وصلت إليه الكوادر البحرينية قاريا ودوليا. من جانبه رحب الدوي بالزيارة التي قام بها سمو الشيخ خالد بن حمد إلى معرضه الرياضي، ومؤكدا أن هذه الزيارة غمرته بالسعادة الكبيرة والتي اعتبرها بادرة سارة من شخصية رياضية قيادية لطالما عرفت بمواقفها الداعمة لمنتسبي الرياضة. تفضلنا اليوم بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد حفظه الله ورعاه لزيارة مجلسنا والاطلاع على المتحف الرياضي المصقر اللي يشمل حكاية إبراهيم الدوي في مجال التحكيم وفي مجال الرياضة عامة، واطلع سموه على كثير من الإنجازات والمنشآت والهدايا التذكارية والأوسمة، وأبدع إعجابه بما شاهده من مقتنيات رياضية.